أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة تخص أبطال مسلسل ظهور الدم. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. فاري أولا سأبدأها بباريش باكتاش، حيث تابع جميع الممثلين والممثلات الموجودين معه في هذا السفر، والعديد قالوا أن زوجته أيضا تابعت جميع الممثلين والممثلات، ولكن أصدقائي هي تابعت فقط بهار شاهين. كما أيضا العديد قالوا أن زوجة باريش يعني مركز زوجة باريش في طريقه للشهرة، والعديد قالوا أصلا الممثلون الذين معه يعني مع باريش غير مشهورين وليس لهم أي مسلسل ناجح، وأنها أصلا لو شاطرة في شغلها فلن تحتاج لأحد يشيرها. كما أيضا أصدقائي إحدى الفانزات العربية اليوم نزلت تدوينة كلها مدحا باريش باكتاش، حيث التقت به والتقطت بعض الصور معه وقالت أن هذه اللحظات من أجمل اللحظات في حياتها. وأي كلام قالته فهو قليل في حق باريش، وقالت أنها سمعت أنه متواجد في القاهرة في الأهرامات، وقررت أن تذهب هي وصديقتها لتقابله، وذهبت لكل الأهرامات تبحث عنه لمدة 3 ساعات، وهي تبحث عنه لأنها قررت أن تراه فسوف تراه. وبعد ذلك رأته من بعيد، ولما ذهبت إليه كان هو رايح، وطلبت من الأمن أن يسمح لها برؤية باريش، وقال لها في الأول ممنوع، وبدأت تترجى رجل الأمن. وبعدها رأت باريش قادم عندها هي وصديقتها وتكلم معهم، وهم رحبوا به وقالوا له أنهم سعداء للغاية للقائه وأنه موجود أيضا في مصر. وبعد ذلك أخذوا صور معه، وهو الذي قال لهم لنأخذ صورة لأنه رآهم خجلانين، يعني هو من بادر بالتقاط الصور. والفانزة تكلمت معه وقالت له أنها عاملة صفحة دعم له، وصفحة دعم أيضا من فتاة اسمها عائشة، وقال لها أنه يعرفهم ويعرفهم جيدا وشكرهم على دعمهم له. وقالت أيضا أنه لطيف جدا وكان يردد بعض الكلمات بالعربية مرحبا صباح الخير، يعني يمزح معهم. بعد ذلك قالت له هي وصديقتها أنهم يحبونه ويدعمونه وأنه على طول سوف يدعمونه وسيكونون بجانبه، وقال لهم أنا أيضا أحبكم كثيرا. قالوا له أنهم يحبونه هو وزوجته، فأشار باريش باكتاش بأصبعه لمكان زوجته كانت جالسة في مكان في الداخل، وقال لهم قلهم زوجتي أيضا تحبكم كثيرا كثيرا. وقالت له كل الفانز العربي يحبها، وهنا ابتسم وقال لهم هي أيضا تحبكم. وقالت هذه الفتاة أنه رائع ولطيف وخفيف الدم وطيب، ويظهر صغير جدا وباين شباب ليس كدوره في مسلسل يعني ظهور الدم، يظهر أكبر من سنه ولكن هو صغير جدا، وأن الابتسامة لا تفارق وجهه. والعديد أصدقائي من الفانز انتقدوا هذه الفانزة لأنها حكت باسم الفانز العربي كله، وقالوا لها أحبيه وحدك وعبري عن حبك لزوجته وحدك من غير تعميم، وقالوا لها يجب أن تحترمي نفسك وذاتك إذا كنت تحبيها، هذا لا يعني أنك لازم تجبري الفانز كله على تقبل زوجة باريش. وهذه الفتاة أصدقائي من حقها أن تفرح عند رؤية باريش، ولكن لنقول الحقيقة لا يحق لها أن تتكلم باسم جميع الفانز لأنها هي على دراية بأن العديد لا يحبون زوجة باريش. إذا لماذا تدخلها في الموضوع وباريش على دراية بهذا الموضوع ويعرف أن الأغلبية لا يحبون زوجته؟ يعني بدل ما كانت تريد إسعاده أحرجته، لأنه يعرف أن الفانز العربي والأجنبي معظمهم لا يتقبلون زوجته بأي شكل من الأشكال، وهو يتابع يعني التعليقات وردود أفعال الفانز. وأنا أول مرة أتفق أصدقائي مع أغلب الأشخاص الذين انتقدوا الفانز الذي يعني التقت بباريش، وعادي أن تمدح باريش، ولكن الشيء الذي أراه أنه غير عادي. مثلا لم تقل أنها من فانز الدلبر، أو مثلا سلم على يغمر، ممكن كان كلام عادي جدا ويوفي بالغرض وما فيهش أي إحراج، ويبين أنه نحن كعرب فانز للمسلسل وليس لزوجته مثلا، رغم أنها يعني فانزة هذه لباريش ولا تتابع يغمر، ولكن لو قالت ذلك الكلام سوف تبين أنها من محبين المسلسل. كما أيضا العديد قالوا أن غولوم رجعت لتركيا لأنها لا تظهر مع باريش
هي أصدقائي موجودة ولكن لا تظهر في الإعلام. وقت التصوير تبتعد مع مرشدة خاصة بها، وباريش يبقى مع الفريق الذي معه، يعني لا يجب أن تظهر زوجته في الصور الترويجية. كما أيضا أصدقائي انتقدوا باريش وقالوا أنه منذ قدومه يعني لمصر وهو لا يغير لباسه نهائيا، رغم أن درجة الحرارة مرتفعة ولازم أن يغير كل مرة، ولكن هو لا يغير ملابسه. وقالوا أنه يرتدي نفس القميص وهو أيضا الذي حضر به في حفل في تركيا قبل، وحتى الحذاء الأزرق ارتداه مرات عديدة. ولكن أصدقائي إذا ركزتم قليلا سوف تلاحظون الفرق، ليس نفس القمصان، هم فقط الألوان متشابهة ولكن تختلف. كما أيضا أصدقائي ظهر من قبل وهو يرتدي قميص أخضر. كما أيضا فانز الديلبر انتقدوا قناة المسلسل لأنهم حذفوا مشهد حلقة الأمس، رغم أنه في مشاهد أخرى جريئة قليلا ولم يتم حذفها، وقالوا أن إدارة القناة أفسدوا الحلقة على اليوتيوب، وقالوا رغم أن المشهد كان مجرد تقارب والكل لاحظوا هذا الأمر أن لقطة الإعلان غير الحلقة. كما أيضا أصدقاء العديد مدحوا جمال باريش وقالوا أنه وسيم أكثر من الشاشة والكاميرا ظلماه كثيرا وشكله أصغر من المسلسل ومتواضع. كما أيضا الكل يتحدث عن يغمور حيث كانت موجودة في عيد ميلاد كرم بورسين أثناء تواجدها في بودروم، حيث تلقى كرم مفاجأة باحتفال عيد ميلاده في بودروم وعرف الحفل حضور العديد من الممثلين والأصدقاء. وكما قلت أصدقائي يعني يغمور كانت حاضرة أيضا، والعديد قالوا لماذا لم تتصور مع كرم أو مارت أو غيرهم في رحلتها، وقالوا أن لا أحد يعبرها. كما أيضا من قبل قالوا أنها كانت ترقص لوحدها ولم يكترث لها أحد. لا أفهم أصدقائي لماذا يعني لا يستوعبون أن يغمور عمل حدود وقيمة لنفسها، والدليل أنه في فيديو اليوم الذي الكل يتحدث عنه لاحظوا يعني أن يغمور أو لاحظوا أن يغمر أصدقائي جالس على رأس الطاولة وبنفس الطاولة التي فيها كرم والممثلون ويحتفلون بعيد ميلاد كرم، ومع ذلك لم تلتقط أي صورة ولم تنشر أي صورة، يعني كل مرة تثبت لنا أنها تنجح بتعبها الخاص ولا تعتمد على أحد ولا تريد إثارة الجدل، لا تريد أن تنزل أي صور لها مع أحد الممثلون، تعتمد على نفسها. لو كانت يعني ممثلة أخرى بإمكانها أن تفعل ذلك وتستفيد يعني من هذه الصور كترويج إعلاني لها، ولكن هي لم تفعل هذا، يعني تكتفي بنفسها وعملها فقط وواثقة من حالها ولا تحاول أن تتسلق على ظهر أي شخص. نتمنى لها التقدم والتألق مستقبلا، نتمنى أن نراها مثل توبة ونسيهان والعديد من الممثلات إن شاء الله. يعني أصدقائي كما قلت يغمر لم تنزل لا صور ولم تلتقط الصور، يعني لا تحتاج لوساطة. أتمنى أن تفضل ثابتة على مواقفها لأنها أكيد سوف تصل لأماكن عالية. وإذا تذكرتم أصدقائي من قبل في أحد المقابلات قالت يغمر أن في شخص أعطاها دروس وأهم درس هو عندما تتصرفين كأميرة ستكونين أميرة، وهي أخذت هذه الجملة خط في حياتها الشخصية والعملية. ولهذا نلاحظ أن يغمر أقل وحدة تتابع أشخاص على الأنستا، هي عكس كل الذين معها والذين ممكن أن يكونوا متابعين أكثر من 1000 شخص. يعني كانت حذرة في موضوع التقاط الصور مع أي شخص أو تنشرها مع شخصية معروفة حاليا يعني أكثر منها حتى لا تتسلق على ظهر غيرها. كما أيضا أصدقائي ظهرت غلون زوجة باريش باكتاش مع بهار شاهين وهما يتحدثان سويا أو بمعنى يمزحان، وظهرت زوجة باريش تقول لبهار الحمد لله نحن أيضا في حالة جيدة جدا ونحن في رحلة جميلة جدا، نود أن نسمع القليل عن هذه الرحلة منك. فقالت لها بهار والله بصراحة، وبدأت تضحك وتقول أستاذي أنا لدي درس الآن. يعني واضح أصدقائي بما أن زوجة باريش باكتاش كانت مقدمة برامج من قبل تحاول أن تمزح مع بهار، يعني على أساس عفوا أنهم عاملين مقابلة. والعديد انتقدوا لباس غروم وقالوا أنهم من قبل كانوا يتكلمون على لباس يغمر والآن ها هي زوجة باريش ترتدي القصير ولا يفرق عن لباس يغمر، وقالوا على الأقل يغمر واضحة من الأساس وصريحة ليس مثل غولوم. أريد أن أقول أصدقائي أصلا غولوم
من الأول يعني وهي ترتدي مثل هذه الملابس يعني قبل زواجها بباريس، يعني ليس أول مرة ترتدي مثل هذا اللباس لكي تستغرب أصلا الأتراك بلد هلماني وجميع الممثلات والإعلاميات، هذا هو لباسهم، ليسوا مثلنا نحن العرب. وأتحدث عن الناس العاديون ليس الممثلون، لأنهم رغم أنهم عرب يرتدون مثل هذا اللباس، يعني نحن أهل القيم والتقاليد يعني لا نستغرب من هذا اللباس، أو بمعنى من لباس الأتراك. المهم أصدقائي، هذه هي كل الأخبار، وإلى هنا أقول لكم مع السلامة، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة.